وقت الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على تليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهية الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس، خصوصا إن حضرتك امبارح قلت لنا إن في انخفاض يمكن في درجات الحرارة والجو هيكون ألطف شوية مع ارتفاع نسب رطوبة، لكن يعني هنبقى حاسين بشعور كده بانخفاض طفيف في درجات الحرارة. بالفعل اليوم هنتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي ده هيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة وخاصة في سواحلنا الشمالية، فاليوم هيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة في معظم المحافظات الشمالية من السواحل الشمالية حتى كمان محافظات شمال الصعيد. الانخفاض ده هيكون بمعدل من درجتين إلى 3 درجات، هو انخفاض طفيف في قيم درجات الحرارة لكن هيخلينا نحس إن الجو أقل حدة وأقل حرارة من الأيام الماضية اللي كنا بنسجل فيها قيم درجات حرارة بتوصل ل 38 و 39 درجة مئوية، خاصة كمان إن المنخفض الجوي الموجود معانا هيوزع الرطوبة في عمود الهواء ككل، فبالتالي هيقلل بعض الشيء إحساس بنسب رطوبة موجودة في الجو. هيكون وصفنا للطقس خلال فترة النهار ما زال وصف شديد الحرارة رطب لكن أقل حدة من الأيام الماضية، وده في سواحلنا في محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، محافظات شمال الصعيد. الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط طبعا بتكون أقل في الحرارة وتكون طبعا العظمى فترة النهار ما بين 31 إلى 32 درجة مئوية فترة النهار، لكن دي قيمة درجة الحرارة المقاسة في الظل المحسوسة اللي المواطنين هيحسوها نتيجة وجود نسب رطوبة في الجو، هتكون ما بين 34 ل 36 درجة مئوية خلال فترة النهار ده في سواحلنا الشمالية. فأجواء السواحل الشمالية هي أجواء حارة رطبة فترة النهار. القاهرة الكبرى أيضا المحسوسة فترة النهار هتكون 38 درجة مئوية. نأكد إن احنا خلاص بدأنا نعلن عن درجات الحرارة المحسوسة في النشرات الجوية عشان نسبة الرطوبة، عن وجود نسب رطوبة في الجو بالظبط، الناتجة عن وجود نسب رطوبة في الجو، وهي قيمتها بتختلف من محافظة لمحافظة، يعني احنا بنضيف من درجتين لثلاث درجات بحسب نسب الرطوبة في كل محافظة، واللي دايما نسب الرطوبة العالية بتكون في الأماكن الساحلية القريبة صحيح من المسطحات المائية السواحل الشمالية، وتدريجيا نسب الرطوبة بتقل كل ما تقدمنا للمحافظات الداخلية. طيب محافظات الصعيد حضرتك كنت بتقولي امبارح بنسبة السواحل، بالنسبة للسواحل الشمالية ان احنا كان في ارتفاع في الأمواج بالأمس وكان في تحذير من نزول مياه بحر المتوسط خصوصا على السواحل الشمالية والقريبة كمان من اسكندرية والعلمين ومطروح، ده مستمر معانا النهارده؟ بالفعل يمكن كمان تم اغلاق بعض الشواطئ في محافظه مطروح بالامس، اليوم ايضا هيكون في اضطراب في حركه الملاحه البحريه وارتفاع امواج كمان على الشواطئ، يعني انا عندي كمان اضطراب الملاحه البحريه امبارح ما كانش موجود صحيح بالظبط، النهارده كمان هيكون في اضطراب الملاحه البحريه على البحر المتوسط وارتفاع امواج هيكون ما بين 2 الى 3 متر لان سرعات الرياح عاليه تكون ما بين 40 الى 60 كيلومتر على الساعه على البحر المتوسط، فالبحر المتوسط كله معتدل الى مضطرب يعني غير مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه والاكيد كمان اعمال التنزه، فنخلي بالنا كمان من طبعا اعمال التنزه او المصايف في البحر المتوسط، لكن البحر الاحمر معتدل ومؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه. نأكد كمان ان احنا هنحس بانخفاض قيم درجات الحراره في فترات الليل، هتبدا الصغرى فتره الليل تنخفض وتكون فتره الليل ما بين 24 الى 25 درجه مئويه، خاصه كمان مع وجود نشاط للرياح في معظم المحافظات سرعته ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه، وجود نشاط للرياح يساعد ان احنا نحس بنسب رطوبه اقل ونحس بقيم درجات حراره اقل فترات الليل وساعات المساء، فبالتالي فترات الليل كمان هنحس ان اجواءها احسن من الليالي الماضيه صحيح، وهي اجواء معتدله رطبه خلال فترات الليل. يعني اخيرا هنشم نسمه الهواء بتاعت بالليل بتاعت الصيف بتاعت زمان النهارده ان شاء الله، متوقع النهارده وكمان بكره يعني الانخفاض كمان مكمل معانا ان شاء الله بكره كمان لحد في معظم المحافظات، عظمى على القاهره الكبرى هتتراوح ما بين 35 الى 36 درجه مئويه عظمى فتره النهار في الظل، مع يوم الاثنين تبدا تدريجيا قيم درجات الحراره ترتفع لكن مش هتبقى الارتفاعات الملحوظه، ارتفاعات زي الاسبوع الماضي ما بين 38 الى 39 عظمى على القاهره الكبرى
هتستمر معانا لحد نهايات هذا الاسبوع ان شاء الله، يعني مش هتكون ملحوظه بالشكل الكبير، لكن طبعا هيكون في استمرار لوجود نسب رطوبه في الجو. بس هل من يوم الاثنين هنفضل في ارتفاعات بقى لحد نهايات الاسبوع، ولا هترجع مره ثانيه كده الجو ينخفض مره ثانيه درجات الحراره؟ هو حتى نهايه الاسبوع يعني لحد يوم الخميس والجمعه هيكون متوسط قيم درجات حراره من 38 ل 39 درجه مئويه، بعض الايام هتكون 37، هي تكون اعلى من السبت والحد لكن اعلى بارقام طفيفه برضه، يعني هتكون ما بين 38 و39. يعني ممكن نقول ان الاسبوع ده كله درجات الحراره فيه معتدله، ما فيهوش الجو شديد الحراره اللي احنا كنا معتادين عليه من موجات الحراره المتتاليه اللي كانت سابقه خلال الاسابيع الماضيه. هو هيكون اقل حده من الاسبوع الماضي، لكن لسه في رطوبه في الجو، احنا دايما بنقول نسب الرطوبه في الجو ووجودها في الجو معانا هي اللي بتخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى، هي بتخلينا حتى لو في انخفاض في الحراره ما نحسش بيه بالشكل الكبير، لان ارتفاع نسب الرطوبه يخلينا نحس بمزيد من الارتفاع في قيم درجات الحراره. يعني ممكن زي ما قلنا في الاول الاماكن الساحليه بتكون الاعلى في نسب الرطوبه، وكمان رغم الانخفاض وده اللي بنأكد عليه، رغم ان قيم درجات الحراره اليوم منخفضه لكن هي ايضا اعلى من المعدلات المعتاده للوقت ده من السنه، يعني ده مش الطبيعي كمان ان لما درجات الحراره تنخفض تكون اعلى من المعدلات، احنا حتى ما رجعناش للمعدلات الصيفيه المعتاده، فعشان كده بنأكد ان الجو الاسبوع ده ان شاء الله هيكون اقل حده واقل حراره من الاسبوع اللي فات، لسه احساسي بيه فتره النهار وتحديدا في فتره الظهيره لما بيكون في شده الاشعاع الشمسي او حتى لما بنتعرض لاشعه الشمس احساسي بيه طقس شديد الحراره راتب، لكن اقل حده من الاسبوع اللي فات. فبناكد بس على كل الساده المواطنين مهم جدا ناخد بالنا من الارتفاع اللي موجود في قيم درجات الحراره واحنا كمان موجودين في الشارع، خاصه ان الفتره دي فتره امتحانات، الطلبه بيخرجوا من امتحاناتهم. بس انا سعيده ان النهارده كمان الجو يعني ممكن يكون احسن قليلا من الايام اللي فاتت، علشان طبعا هم النهارده ولادنا واخواتنا اللي في الثانويه العامه بيمتحنوا الفيزياء والتاريخ، وحضرتك عارفه اكيد مدى اهميه هذه المادتين يعني. بالفعل، فاحنا بس بنأكد عليهم ناخد احتياطاتنا بقدر الامكان. صحيح. طبعا واحنا في اللجان نشرب قدر كبير من السوائل، ازازه الميه تبقى موجوده معايا على مدار اليوم كله، ونلبس ملابس قطنيه خفيفه كمان. بالظبط، الملابس القطنيه الخفيفه، المكان يكون مكان جيد التهويه، نفتح الشبابيك في المكان، وده يحسسني بنسب رطوبه اقل وقيم درجات حراره اقل، وطبعا ما نتعرضش لاشعه الشمس بشكل مباشر، بلاش نقف تحت اشعه الشمس فتره طويله، يكون معانا غطاء للراس يحمينا من اشعه الشمس، ناخد بس احتياطاتنا بقدر الامكان، لكن ان شاء الله ناكد ان النهارده وبكره اجواء احسن بكثير من الاسبوع اللي فات، وناكد النهارده ان نشاط الرياح كمان ممكن يؤدي لاثاره بعض الرمال والاتربه في محافظات شمال الصعيد، يعني المناطق الموجوده في شمال الصعيد منيا اسيوط ممكن نلاقي عليها بعض الاتربه والرمال المثاره نتيجة وجود نشاط لرياح في الأماكن دي. لكن الرياح دي مش هتمتد المثيرة للرمال والأتربة إلى القاهرة الكبرى؟ لا الحمد لله، فقط القاهرة الكبرى وباقي المحافظات نشاط الرياح اللي موجود فيها هيلطف الجو أو يحسسنا بقيم درجات حرارة أقل، فقط مثير للرمال والأتربة بس في محافظات شمال الصعيد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا في برنامج صباح الخير يا مصر لحالة الطقس. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأ من القاهرة العظمى 36، الصغرى 25، العاصمة الإدارية 37، 25، اسكندرية 31، 22، العالمين الجديدة 31، 22، مطروح 30، 22، دمياط 32، 24، بورسعيد 32، 24، الإسماعيلية 38، 25، السويس 37، 25، العريش 32، 23، كاترين 33، 16، طابة 37، 26، حلايب 35، 30، شلاتين 39، 29، شرم الشيخ 41، 30، الغردقة 40، 30، الفيوم 38، 25، وبني سويف 38، 26، الوادي الجديد 43، 25، أسيوط 39، 25، سوهاج 41، 26، قنا 45، 28، الأقصر 45، 29، وأخيرا أسوان 45، 29. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، لكن خلونا نستمتع بالأجواء اللطيفة النهاردة وبكرة. في ارتفاع في نسب رطوبة، لكن بالليل الجو هيكون معتدل وفي نسمة هواء لطيفة إن شاء الله نستمتع بيها كلنا. هرجع مرة تانية لشاذلي ومنى علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا.